أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من العقوق أن أرفض توصيل والدتي إلى الزواج مع العلم بأن هذا الزواج يوجد به موسيقى وأغاني؟ لا، هذا من النصيحة لها أنك ما تعينها على المعصية. تقول: لا يا والدتي، هذا ما يصلح، ولا وديس له، لأن هذا فيه معاصي ومنكرات، وعليك ضرر منه، وأنا لا أرضى لك بالضرر. فيبين لها هذا. أما أن يقول ما أنا برايحين بس فقط، تغضب عليه. لكن إذا بين له وشرح له، هذا أطيب لخاطرها وأقنع لها. نعم.